اللي دفعتني اني انا اكون مرأة ونتعرض للعنف الالكتروني كيف اي مرأة يعني. فحبيت اني انا نثقف نفسي ونعرف كيف اني انا نتصدى او نواجه المشكلة هذه هي. نعم عطتنا اليات في البداية، وعدتنا عن القوانين اللي احنا ممكن نستخدموها ضد المسيئين في قانون اللي هو صدر يوم 27/9/2022 اللي هو الجرائم الإلكترونية، وكذلك في قانون الاتصالات المادة 35 و36 حتى هو يجرم العنف الإلكتروني. فهذه كانت لنا إضافة، طريقة التبليغ أو آلية التبليغ كيف تكون. يعني احنا كنا لما نتعرضوا للعنف الإلكتروني كانت يعني نتعامل بالبلاغات فقط، يعني نكتفوا بالبلاغ، لكن انك انت تمشي وتبلغ او انك انت تستخدم القانون لا، ما كانش عندنا فكره عن موضوع هذه يعني. طبعا تناولت حتى يعني غير القانوني الدعم النفسي، كيف انك انت تدير دعم نفسي سواء لنفسك او لاي شخص تعرض للعنف الالكتروني، كيف تستحوي الشخص المعنف الكترونيا، كيف التعامل معه، كيف تهديه، يعني هذين كلهم احنا عندنا نقص وعي فيهن يعني. فكانت الورشة بصراحة مثمرة وفيها وعي واجد يعني بصراحة لجميع المشاركات. طبعا فانا قلت لك اول ما بدينا ان احنا مناش عارفين ان في قوانين تحمينا، ما فيش كيف نتعامل نفسي، الكلام هذا كله ما كناش نعرفوه، فكانت لها اضافة وضروري من حملات توعوية للمرأة بخصوص الأمور هذه يعني.